بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، اسمحوا لي سيادتكم بعرض حكاية قطاع البترول. يمكن الصبح في الجلسات الصباحية تفضل دولة الرئيس والزملاء الوزراء باستعراض التحديات اللي كانت موجودة قبل 2014، وهي طبعا نفسها اللي بتنسحب على قطاع البترول، وبالتالي كانت التحديات في إحجام شركات البترول العالمية في ضخ استثمارات جديدة، وبالتالي مفيش زيادة في الإنتاج بل التناقص، تقدم البنية التحتية ومن أهمها مصافي التكرير والتصنيع، البنية التحتية بتاعتنا الخاصة بشبكات النقل والتوزيع ومحطات الوقود والمستودعات كلها متقدمة ولا تفي بالاحتياجات، وبالطبع ستكون هناك أزمات وقود متكررة. وضعنا استراتيجية، وهذه الاستراتيجية هي استراتيجية تطوير وتحديث القطاع. حطينا رؤية وحطينا خطط لكل محاور القيمة، سلسلة القيمة في القطاع، وهي تحتوي على كل عناصر، سواء عناصر الاستدامة أو عناصر الأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة في خلال السنوات اللي فاتت، وسنستعرض في خلال اللوحات القادمة هذه الإنجازات الغير مسبوقة باستثمارات بلغت 1,200,000,000,000 جنيه في خلال تلك الفترة، لمشروعات تمت ب 860 مليار جنيه ومشروعات جاري تنفيذها ب 340 مليار جنيه. هنتكلم على المشروعات من أول سلسلة القيمة، بتبدأ في قطاع البترول من أول البحث والاستكشاف والإنتاج، شبكات النقل سواء للبترول أو الغاز، المواني اللوجستية الخاصة بالبترول والغاز، مصانع التكرير والتصنيع، بتروكيماويات، طاقات التخزين والتداول، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات تموين الغاز الطبيعي، وكذلك محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود التقليدي. سنستعرض سريعا هذه المحاور، ولكن نبدأ في البداية بالإنتاج. عشان يكون في إنتاج لازم يكون في بحث، وعشان يكون في بحث واستكشاف لازم يكون في شركات تيجي تشتغل، ولازم يكون عندنا بيانات جيولوجية نبتدي نطرح على أساسها المزايدات العالمية اللي بتجذب الشركات وتيجي تبتدي تشتغل لتجد فرص للكشف. وبناء على ذلك احنا فعلا منذ ذلك الحين وحتى اليوم طرحنا 12 مزايدة عالمية بخلاف التواصل والتعاقد المباشر مع كبرى الشركات العالمية حتى نسرع بالعملية التنموية في الإنتاج. وكان من ذلك أيضا استخدامنا للتكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال تطبيقات مختلفة، منها منصة رقمية جديدة وهي بوابة مصر الرقمية، اللي على أساسها بنحط كل بيانات الجيولوجية بتاعتنا على سحابة ويبتدوا يشتركوا ويدخلوا الشركات العالمية علشان تعرف إيه الفرص الجيولوجية اللي موجودة اللي على أساسها تقدر تقدم في المزايدات. الحقيقة كان لتوقيع اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص ولبنان والمملكة العربية السعودية، أيضا في تمكننا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وحتى نهايات المناطق الاقتصادية الخالصة لنا، وبالتالي مشروع زي زهر كان مكتشف أو كان ممكن يكتشف، ولكن ما كناش نقدر ننميه إلا لو كنا عاملين اتفاقيات مع قبرص. هذه المزايدات وهذه الاتفاقيات انتهت بتوقيع واستصدار 120 اتفاقية بقوانين بتصديق فخامة الرئيس مع الشركاء العالميين، وكانت هذه الاتفاقيات ملزمة لهم بإنفاق حد أدنى من الاستثمار 22 مليار دولار وحد أدنى فني لحفر 452 بئر استكشافي مع منح توقيع 1.3 مليار دولار. الحقيقة كان كمان من ضمن النجاحات ان احنا استطعنا ان احنا نجذب
كبرى الشركات العالمية التي يطلق عليها سوبر ميجر أويل كومبانيز، والأول مرة في مصر، والحقيقة أنها من كبرى الشركات الأمريكية والأوروبية والخليجية أيضا. وكان نتيجة ذلك أنه الشركات الكبيرة بتحمس شركات أخرى، والشركات بتجيب بعضها، والنجاح بيجيب نجاح. ويمكن هنستعرض اللوحة اللي بتبين شركائنا في القطاع واللي بيشتغلوا في سلسلة القيمة. والحقيقة ان احنا مش بس بيشتغلوا معانا في مصر، وجودهم معانا بنقول وبنسوى ان انتوا بتيجوا تشتغلوا في مصر ومنطقة شرق المتوسط، لان القاعدة بتاعتكم هتكون مصر، وهينطلقوا من عندنا للدول الجوار. بالفعل في خلال تلك الفترة المشروعات اللي تم تنفيذها لتنمية وانتاج البترول والغاز 49 مشروع كبير ب 34 مليار دولار، ويبلغ النهاردة حجم إنتاجنا 1,730,000 برميل مكافئ يوميا، ده زيت وغاز. يمكن لما نستعرض أهم المشروعات اللي تمت في الفترة اللي فاتت، مجموعة كبيرة من المشروعات ساهمت في تنمية وزيادة الإنتاج سواء من الزيت الخام أو البترول، وكان من ضمنها مشروعات زي أتول، زي نورس، شمال اسكندرية، شمال سيناء، شمال العمرية، غرب الدلتا، ولكن كان أهمهم على الإطلاق هو تنمية وكشف حقل زهر. احنا الحقيقة يعني تنمية وكشف حقل زهر لازم نقف عنده علشان نقول انه حقل زهر يمكن هو دورة القطاع ودورة مصر في الكشوفات حتى اليوم. والحقيقة ان احنا لازم نقول انه أهمية هذا الحقل مش بس في حجمه، ولكن أنه تم تنميته في أزمنة قياسية ومعدلات عالمية اتحطت على مستوى صناعة البترول في العالم، وأخذ جوائز عالمية. والحقيقة أنه المعدلات اللي تم بيها من يوم الكشف لغاية بداية الإنتاج 28 شهر، لما جت الشركة شركتنا في هذا المشروع شركة إني تتقدم بالخطة قالت 60 شهر. طبعا فخمت الرئيس، قال لرئيس الشركة الكلام ده ما ينفعش، احنا محتاجين الغاز. وبالفعل عدنا ورجعنا كذا مرة لغاية لما قدرنا ان احنا نوصل لمعدلات من التنفيذ 28 شهر، وده كان اقصى حاجة نقدر نعملها للموضوع. مش مسألة بس حفر وتوصيل خطوط، لا، محتاج ان احنا يبقى فيه توريدات لأجهزة ومعدات تركب في باطن الارض، وكذلك في المحطة البرية ان احنا نشتغل على المحطة البرية اللي بتعالج الغاز اللي جاي من البحر. كل ده كان ماشي بالتوازي، والحقيقة كانت من ضمن المشروعات اللي ساهمت وأدت في مدة بسيطة من 2015 ل 2018 بداية دخول الغاز في ديسمبر 2017، وعند نهاية 2018 وصلنا للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبدأنا نستأنف التصدير في من خلال خطوط الأنابيب للأردن الشقيق. المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في الوقت الحالي مشروعات ب 2 مليار دولار، ومن ضمن هذه المشروعات مشروعات في الصحراء الغربية زي مليحة العميق، شمال صفا وجيسوم في خليج السويس، والمرحلة 10 لغرب الدلتا العميق، وده في البحر الأبيض المتوسط. طيب احنا ده اللي اتكلمنا عليه في الجزء اللي فات، ماذا سنفعل في المرحلة القادمة؟ طبعا احنا صناعة البترول معروف انه اي موارد طبيعية ناضبة، وبالتالي الابار بصفة عامة في عندها ظاهرة التناقص الطبيعي، وبالتالي احنا علشان خاطر نتغلب على هذه الظاهرة يجب ان نستمر في الحفر، ويجب ان نستمر في اعمال البحث والاستكشاف، ويجب ان نستمر في توسيع مناطق البحث والاستكشاف بحيث ان احنا نقدر نحافظ على ونستعوض معدلات التناقص الطبيعي من ناحيه، فبالتالي نحافظ على مستوى الانتاج، ثم نزود كمان الانتاج بان احنا نزود كمان اعمال الحفر والانتاج. وبعد ما نعمل الحاجتين دول لازم كمان نعمل عمليات اسراع وتعجيل حتى تاتي هذه الاكتشافات الحيز وخريطه الانتاج بسرعه. وبالتالي خطتنا من هنا لغاية سنة 30، ودي الخطط اللي بنقعد نتفق فيها مع شركائنا الأجانب وبيلتزموا بيها بإنفاق وبخطط يحطوها
في الموازنات بتاعتهم الاستثمارية، لأنه طبعا زي ما إحنا بيشتغلوا معانا بيشتغلوا مع دول تانية، وبالتالي في منافسة على رؤوس الأموال، وبالتالي لازم يبقوا مطمئنين إلى عوائد مناسبة بالنسبة لهم، ولازم يبقوا مطمئنين زي ما قلنا في البداية للمناخ العام للاستثمار والجو العام والاستقرار للبلد اللي بيستثمروا فيها وفرص انطلاقهم. علشان كده أنا ذكرت إن إحنا بنقول انتوا لما هتيجوا مصر مش بس جايين لمصر وفرص بتاعتنا، انتوا جايين لمنطقة شرق المتوسط ايضا، هتاخدوا من عندنا البنية التحتية، هتاخدوا من عندنا المهارات وكفاءات في مهندسين وفنيين اللي مشهود لهم بالكفاءة في صناعة البترول على مستوى العالم ولا سيما في الدول الخليج العربي، وكمان هتاخدوا مننا الخدمات، لان احنا عندنا كل الخدمات اللي بتشتغل على صناعة البترول، لان صناعة البترول في مصر بقى لها اكثر من 100 عام، وهي تعتبر من أقدم الصناعات في منطقة شرق المتوسط، ما عندهمش هذه الميزة. فإحنا حطينا خطة مع شركائنا لحفر 110 بئر باستثمارات حوالي 4.8 مليار دولار، وحطينا الأبار مكان البلوكات اللي لونها أصفر دي، دول 35 بئر كلهم أو معظمهم بحر أبيض متوسط، والأول مرة بنشتغل في المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط عندنا، ودي اللوحة التانية بقية 35 بير، فإحنا عارفينهم بالاسم، متفقين مع شركائنا وحاجزين الحفارات اللي هتيجي تحفر، لأنه برضو أجهزة الحفر بتشتغل في المنطقة في العالم، وبالتالي إحنا بنقول لهم برضو لما تيجوا بمنطقة شرق المتوسط هتشتغلوا عندنا، هتشتغلوا مع أبرس، هتشتغلوا مع إسرائيل، وبالتالي يبقى ما فيش تكاليف كبيرة وانتوا بتحركوا هذه الأجهزة. مقدر للإحتياطات إن شاء الله 35 تريليون أدم مكعب، ده في المرحلة الأولى اللي هي للأبار الاستكشافية سنة 23-24-25، اللي تم السنة دي لغاية دلوقتي حفر 10 أبار وطلع فيها اكتشافات حوالي 2.6 تريليون أدم، وكان أهمها كشف نرجس. الخطة متوسطة الأجل، وهي الخطة من سنة 26 وغاية سنة 30، ودول الخمس سنوات هنحفر فيهم 65 بئرا، ده الكلام ده لغاية دلوقتي. طبعا كل ما بتتقدم الشهور والأيام والسنين احنا بنزود في أعداد التعاقدات، لكن ده اللي هم يقدروا يلتزموا بيه معنا النهاردة وحتى سنة 30. لكن لما بيبقى فيه زيادة في طرح المزايدات زي ما احنا قايلين، وبتبقى مصر دايما على الأجندة الدولية في أعمال البحث والاستكشاف، فبيبقى فيه فرص جديدة أخرى لدخول مزيد من الشركات بمزيد من الاستثمارات بمزيد من أعمال البحث والاستكشاف. فالست سنوات الخمس سنوات الأخيرة اللي احنا متوقعين فيهم احتياطات مقدرة بحوالي 36 تريليون أدم مكعب. من المعلوم أيضا أنه فرص النجاح في الكشف بيبقى في حدود من 25-30%، يعني لو قلنا 36 نقول هيطلع لنا 10 تريليون أدم، 12 تريليون أدم مكعب مع العشرة اللي قبليهم حوالي 20، ده يبقى إضافة جيدة ويبقى يوصلوا حجم زهر. إنما كل ده بنقول ده إحنا لسه هنا ولسه ما حفرناش، ولسه كمان ما دخلش علينا نتائج بعض المزايدات اللي إحنا طرحنا. لما ندخل في الجزء الثاني من سلسلة القيمة، وهي التصنيع أو التكرير، ناخد الزيت الخام ونعمل بيه عمليات تحويلية. قبل ما نعمل الكلام ده اضطرينا إن إحنا نحدث استراتيجية التكرير، لأنه طبعا مع التحول الطاقي محتاجين إن إحنا نتواكب عالميا مع ظهور السيارات الكهربائية، مع ظهور دول تتحدث عن إنها هتبطل إنتاج سيارات بالكربوراتير الطبيعي، وبالتالي هنبتدي نشوف إحنا هنكون فين على سنة 35، هنكون فين في الاستهلاك المحلي بتاعنا، هنكون فين في عمليات التحول الطاقي. فاضطرينا إن إحنا برضو نحول أو نحدث الاستراتيجية، وخصوصا أنه أيضا البنوك العالمية الدولية أصبحت تحجم عن تمويل مشروعات خاصة بالوقود التقليدي أو الوقود الأحفوري، وإحنا بالفعل كان في عندنا أحد الشركات أو أحد بنوك التمويل المتعددة الأطراف بعد ما ادتنا موافقة مبدئية
قالت معلش احنا راجعين من جلاسكو في 2021 مش هنقدر نمضي معاكم هذا الاتفاق، فانسحبوا من توقيع تطوير احد معامل التكرير عندنا علشان نقلل الانبعاثات. قالوا لا معلش برضو احنا خلاص. فانا عايز اقول انه كان لازم احنا بالتالي نتواكب بحيث ان احنا نشوف هنمول ازاي هذه المشروعات وهتغطينا بكميه انتاج قد ايه ولغايه سنه كام. الحقيقه الفتره اللي فاتت تم تنفيذ 8 مشروعات ب 5.3 مليار دولار واضافوا لنا اكثر من 5 مليون طن. ويعني يمكن الاهم المشروعات اللي اتنفذت توسعات اسكندريه لتصنيع البترول، وده لزياده انتاج البنزين عالي الاوكتين، المصريه للتكرير في مستورد وانتاج البنزين في اسيوط. واحنا تشرفنا بفخامه الرئيس لافتتاح المشروعات الثلاثه في يونيو في اغسطس 20 وسبتمبر 20 ثم في اسيوط ديسمبر 21. ايه اللي حصل من هذه المشروعات؟ زودنا الانتاج بتاعنا للبنزين والسولار 40%، فاحنا زودناهم من 12 مليون طن اللي بالاحمر ل 17 مليون طن النهارده، وكمان بالتالي قللنا الاستيراد من 8 مليون طن بنزين وسولار الى 6 مليون طن بنزين وسولار، رغم انه طبعا الاستهلاك زاد كاجمالي من 20 ل 23 مليون طن في هذه السنوات. عندنا مشروعات أخرى تحت الإنشاء حالياً، وإن شاء الله آخر العام هنكون خلصنا، فبداية العام الجديد إن شاء الله توسعات شركة ميدور بالأسكندرية إن شاء الله تشرفنا فخامة الرئيس بافتتاحه، والعام اللي بعديه مجمع إنتاج السولار في أسيوط كمان ينتهي مع مجموعة من المشروعات أيضاً، ودي هتكون إجماليها حوالي 7 مليار دولار وهتضيف لنا حوالي 8 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة. لما نتكلم على البتروكيماويات برضو حدثنا الاستراتيجية القومية بتاعتنا علشان خاطر تتواكب مع التكنولوجيا وكمان تتواكب مع احتياجات السوق وتطوير المنتجات على المستوى العالمي ولتغطية بعض الاستيراد من هذه المنتجات المتخصصة الهامة. يمكن في خلال السنوات اللي فاتت في 3 مشروعات مهمة تم افتتاحهم وباستثمارات 4 مليار دولار، وجاري حاليا 5 مشروعات باستثمارات حوالي 2 مليار دولار. ويمكن شرفنا بافتتاح سيادة الرئيس لأهم مشروعين دول، مشروع الإيثيلين في الأسكندرية واللي هي إيثيتكو، وكذلك مشروع توسعات موبكو، ودول كانوا في سنة 2016 وتم السنة اللي فاتت إضافة طاقات لشركة البتروكيماويات المصرية في عام 22. المشروعات الجاري تنفيذها عندنا مشروع خاص بالإنتاج الألواح الخشبية، وده بيشتغل على قش الأرز، وده جزء كمان مهم قوي لأنه بيشتغل على أن احنا بنقلل السحابة السوداء وحرق قش الأرز في مواسم الحصاد، وفي نفس الوقت هيوفر لنا استيراد HDF كنا بنستورده، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الأخرى زي مشتقات الميثانول العام اللي بعديه والأمونيا الخضراء يمكن اتكلمنا عنها، وكذلك صودا آش والإيثانول الحيوي جاري العمل بهم. ما نتكلم على منظومة التداول والنقل، فنتكلم على نقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي، ودي طبعا كل ما بتزود شبكات بتدينا مرونة في تداول المنتج وسهولة في نقله من مناطق الانتاج بتاعته سواء كانت في الحقول او في معامل التكرير الى المستودعات في المدن والاسواق المختلفه للتوزيع. وبالتالي قدرنا نزود 2700 كيلومتر اطوال بقدرات للتداول 20 مليون طن وتكلفنا حوالي 1.6 مليار دولار. توصيل الغاز للمنازل، احنا الحقيقه وصلنا لمعدلات مهمه جدا، يعني يمكن في 43 سنه، يعني مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدأ من سنة 80، في 43 سنة الحقيقة ان احنا عملنا فقط في التسع سنين الأخيرة 8 مليون، يعني أكثر من 60% مما تم في ال 34 سنة اللي قبليهم، وده ليه؟ لأن احنا قدرنا نوصل لمعدلات 1.2 مليون وحدة سكنية في السنة، ووصلنا ان احنا نقدر نغطي دلوقتي أكثر من 60 مليون مواطن.
وفرنا يعني كنا بنستهلك 4.2 مليون طن بوتجاز في السنة، دلوقتي بقوا 3.5 بس. 700,000 طن بوتجاز اللي وفرناهم دول السنة دي بس وفرونا 500 مليون دولار. طبعا حياة كريمة وصل ل 400 قرية الشبكات الخارجية والداخلية فيها، وجاري الآن أيضا توصيل 414 قرية أخرى. التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، ده قيمة مضافة، ده وقود نظيف وسعره نصف ثمن لتر البنزين. وبالتالي كانت المبادرة الرئاسية في قمة الرئيس قال احنا عايزين نعمل 1000 محطة، وبالفعل احنا الحقيقة وصلنا ل 927 محطة تعمل، وقبل نهاية العام ان شاء الله سيكتمل العدد ل 1000 محطة. واحنا يعني في يعني رقم غير مسبوق، احنا زدنا 5 اضعاف في مدة بسيطة جدا، والاستثمارات كانت في حدود 9 مليار جنيه لهذه المحطات. نفس الشيء بالنسبة لتحويل المركبات العمل بالغاز الطبيعي، كانوا 200,000 عربية، النهاردة بقى 500,000 عربية. والأهم من ده كله المبيعات، لما نقول 1.3 مليار متر مكعب غاز، ده توازي توفير 830,000 طن بنزين 80 بقيمة ما معناه 640 مليون دولار كنا هنستوردهم. فدي كلها مشروعات مهمة لأنها بتقلل من الضغط على الاستيراد أو العملة الصعبة. المحطات خدمة وتموين السيارات التقليدية بالوقود السولار والبنزين كان عندنا 3300، وصلوا النهاردة 4000، ودي كلها طبعا خدمات بتؤدى للجمهور في كل محافظات الجمهورية. الأهم من ذلك واللوحة الخاصة به عدد الشركات، النهاردة 14 شركة كانوا 11، في 3 شركات جديدة، وكان من ضمنهم الشركات المحلية زي شيل أوت، شركات دولية زي إني الإيطالية، وشركة أدنوك الإماراتية. ده معناه أنه شايفين أن ده سوق واعد، سوق بينمو، عدد سكان كبير، عربيات كتير، وأنه ده برضو بيعكس مناخ استثمار جيد ومنافسة في الآخر لصالح المستهلك. بلغت الاستثمار في حدود 6 مليار جنيه في هذه المحطات. الحقيقة ما نقدرش ننجح من غير ما نستعمل الأساليب الحديثة والأدوات الحديثة من التحول الرقمي. فطبعا احنا الحقيقة يعني طبقنا نظم الـ ERP في كل الشركات مع الشركات القابضة والهيئات، وفي نفس الوقت كمان استخدمنا أيضا الوسائل الحديثة في تقليل الفواقد، وده في منظومة النقل عندنا. فاحنا ركبنا في كل عربيات نقل المنتجات البترولية والبوتجاز أجهزة GPS، وبالتالي في تتبع لهذه السيارات لما بتخرج من المستودع لغاية لما تروح للمحطة أو للعميل، ولو خرجت برا المسار بتبان على الشاشة. كمان حطينا أجهزة ATG القياس الآلي لمستوى الأرصدة في محطات البنزين، وبالتالي نقدر نعرف أرصدة محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وبالتالي كلها مربوطة على الشاشات بهيئة البترول والوزارة، وفي النهاية بتتربط على مراكز التحكم الرئيسية. والحقيقة احنا عندنا مراكز تحكم مهمة بالنسبة لشبكة الغاز الطبيعي، ودي طبعا اللي بتبقى شغالة 24 ساعة بالتنسيق على الضغوط بتاعتنا في الدخول على كل العملاء وأهمهم محطات الكهرباء والشركات الصناعية والمدن السكنية وغيره، علشان نشوف لو في ضغوط كميات الغاز اللي رايحة والتحكم في المناورات بشبكة الغاز. كذلك نفس الشيء في شبكة أنابيب البترول، وحاليا جاري تجهيز وتشطيب غرفة التحكم الرئيسية بالوزارة بالعاصمة. احنا بنتكلم هنا مش على تحويل، احنا بنتكلم على تعظيم دور مصر مركز إقليمي، لأن هي مصر طول عمرها بموقعها الجغرافي زي ما اتكلمنا، ولكن احنا كل ما هنالك احنا ازاي نستفيد من هذا ونحن نعظم دورنا كمركز اقليمي. ويمكن احنا بداية لازم نقول ان احنا في الفترة الاسبق برضو كان من ضمن التحديات وجود بعض يعني قضايا تحكيم وغيره، فاحنا الحمد لله مع تسويات قضايا التحكيم ومن خلال الشركات تم التعاقد على استجلاب
الغاز من حقول شرق المتوسط بإسرائيل من خلال هذه الشركات، وبدأنا نستقبل الغاز في يناير 21، ومن هنا نقدر نقول أنه مصر بقت من هذا اليوم مركز لتجارة وتداول الغاز. ليه؟ لأن احنا بنستقبل غاز بنمرره في خطوط وبعدين بنصدره من خلال محطات الإسالة بتاعتنا، اللي خلصنا محطات، خلصنا قضايا التحكيم وبدأنا نشغلها، وبالتالي كمان احنا بنصدر الغاز للأردن من خلال خطوط الربط ما بيننا وبين الأردن، وفي نفس الوقت كمان عندنا محطات الإسالة بنصدر للاتحاد الأوروبي وكل أسواق العالم من خلال الغاز المسال. جاري الآن من خلال التنسيقات ما بين الدولتين مصر وقبرص التفاوض مع الشركات هناك علشان نخلص اتفاق على استجلاب ما سينتجه إن شاء الله حقل أفروديتي القبرصي إلى مصر، وتوج ذلك بالمبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالفعل في أحد القمم الثلاثية في قبرص في اليونان في 2018، وبالفعل تم التأسيس وأنشأ المنتدى في مارس 21. من ضمن الدور المهم ان احنا بنقول ان احنا بنعظم دور مصر كمركز اقليمي، احنا عندنا سواء على البحر الابيض المتوسط او على البحر الاحمر عندنا 14 ميناء بترولي متخصص واثنين لتصدير الغاز المسال. طورنا 5 مواني او اضفنا، يعني اضفنا وطورنا 5 مواني بمليار و100 مليون دولار في خلال الفتره اللي فاتت، وكان حجم التداول العام الماضي 93 مليون طن من خلال هذه المواني سواء زيت خام او منتجات بتروليه او غاز مسال. هذه صور لبعض المحطات او المواني المختلفه للغاز والمنتجات. الاستدامه البيئيه، طبعا قطاع البترول من القطاعات التي يعني ملتزمه بالخفض الانبعاثات في اطار التزام مصر والاتفاقات الدولية طبعا في مجال المناخ، والحقيقة ان احنا دخلنا في كل اعمالنا وخطط القطاع خفض الكربون كجزء اصيل من الانشطة بتاعتنا. في نفس الوقت نجحنا وكسابقة يعني لمصر في ان احنا ننظم يوم خفض الكربون من ضمن فعاليات الكوب 27 في شرم الشيخ العام الماضي، والحقيقة انه كان ده سبق لأنه استطعنا أن احنا ندعو شركات البترول العالمية في هذه الفعاليات، وأصبحوا مرحب بهم من الآن فصاعد، وبالتالي كانت نقطة محورية لتضمين شركات البترول العالمية بعد ما كانوا مستبعدين وغير مرغوب فيهم أصبحوا جزء من المعادلة الخاصة بالحل. وفخامة الرئيس أعلن مشاركة مصر في التعهد العالمي للميثين، وده فيما يخص قطاعي البترول والغاز. مهم جدا تحسين كفاءة الطاقة، لأنه إحنا النهاردة أسسنا إدارة في كل شركة وفي الشركات القابضة وفي الهيئات لتحسين وترشيد كفاءة استخدامات الطاقة، كذلك استرجاع غازات الشعلة ومشروعات الطاقة الجديدة المتجددة لكون جزء من الأعمال بتاعتنا. الحقيقة ان احنا بموجب ذلك استطعنا ان احنا نوفر 10,000 جيجا وات ساعة في السنة، بما معناه حوالي 260 مليون دولار سنويا، وتقليل كربون بحوالي 2.2 مليون طن. ده مجموع الأرقام الموجودة في الثلاث جرافات الموجودة دي. تنمية المهارات، احنا طبعا قطاع مسؤول عن تنمية الموارد الطبيعية، فبرضو اصلا بنهتم بتنمية الموارد البشرية ايضا، واحنا طبعا بنشتغل على بناء القدرات سواء كانت قدرات فنية او كانت برامج للقيادات الشابة او تأهيل الكوادر القيادية او برامج للتطوير في الادارة العليا. مسؤوليتنا تجاه المجتمع، فطبعا احنا متوافقين مع المحاور الخاصة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد استعرضت هذا معالي وزيرة التخطيط في جلستها الصبح، انما احنا عايزين نقول ان احنا
بالتوازي ملتزمين بهذه الأهداف في كل مشاركاتنا المجتمعية، سواء البرامج الخاصة بجودة التعليم، الصحة والمساواة، تغيرات المناخ أو رفاهية العيش. ويمكن دي صور لبعض الأمثلة التي نقوم بها، وده لأن إحنا القطاع بتاعنا موجود في معظم محافظات الجمهورية، وبالتالي لازم يكون لنا دور فاعل في هذا. وفي النهاية الحقيقة إحنا أطلقنا مؤتمر في 2017، وهذا المؤتمر كان هدفه إن إحنا نستعرض قصص النجاح، خططنا، فرص الاستثمار الموجودة عندنا للشركات العالمية والشركات الإقليمية والشركات المحلية والقطاع الخاص. والحقيقة في أول نسخة شارك 320 شركة، نسخة السنة دي في فبراير 23 شارك 500 شركة عالمية، وكان عدد الزائرين 11,000 في أول نسخة، النهاردة في آخر نسخة كان 36,000 نسخة. طبعا إحنا يعني أهم حاجة أنه بيشرفنا فخامة الرئيس، لأنه هو بيدينا هذا الدعم في وجوده معنا في افتتاح المؤتمر والمعرض، وبالتالي بيدي وزن كبير لهذا المؤتمر، ودي بتبقى النافذة بتاعتنا لاستعراض كل جهود القطاع. أشكرك فخامة الرئيس.